بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 19 لقراءة وشرح كتاب الفتوحات اليسرية في شرح عقائد الأمة المحمدية، وما زلنا في أواخر الكتاب، القسم الأخير منه، وهو عقيدة العارفين بالله كما أوردها الإمام عبد الكريم القشيري في مقدمة الرسالة القشيرية في صفحة 209 من الكتاب، عند قول المصنف. قال المصنف: ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه في الاعتقاد، يقصد الاعتقاد ما وقر في القلب، على وجه الإيجاز. والإيجاز هو عدم التطويل. احنا عندنا إيجاز وعندنا إطناب في لغة العرب، فالإطناب ان يبقى الكلام اكتر من المعنى، ده يسموه إطناب. والإيجاز المعنى اوسع من الكلام، الإيجاز. فهنا يريد ان يوجز، يعني ايه؟ يختصر. ففي علوم البيان يوجد الإطناب والإيجاز والمساواة. النوع القسم الثالث المساواة، ان هو ايه؟ ان المعنى على قد الألفاظ. فالمساواة هو أن يساوي الكلام معناه لا زيادة ولا نقصان، والإيجاز هو أن يكون المعنى أوسع من الكلام، والإطناب هو أن يكون الكلام أوسع من المعنى. يقول: على وجه الإيجاز والاختصار. الاختصار هنا عطف تفسير للإيجاز، يسموه عطف تفسير أو عطف بيان. قال المصنف: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي رحمه الله تعالى، ده ولد سنة 330 هجري، وكان من كبار الصوفية في زمانه، إمام عصره في نيسابور. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي رحمه الله تعالى يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول: سمعت أبا بكر الشبلي، وده شيخ الطائفة في بغداد، ولد في سامراء سنة 247 هجري، وكان أبوه من كبار حجاب الخليفة وصاحب الإمام الشبلي الإمام الجنيد، كان معاصرا له، وأكرمني الله وزرت قبره الحمد لله في بغداد سنة 2001 تقريبا هجري، سنة 2000 وقبل الغزو العراقي المشؤوم بسنة، كان في مؤتمر جمعية الجراحين العراقية وبعتوا لنا دعوة فروحنا حضرنا، وأنا كانت نيتي ليست حضور المؤتمر بل زيارة الأولياء، فكنت طول النهار بالعربية لف على الأولياء وقابلهم في المؤتمر في العشاء بالليل، لحد ما ربنا أكرمنا وزرنا كل الأولياء. الإمام أبي بكر الشبلي يقول لك إيه؟ يقول: الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف، يعني الله كان ولم يكن شيئا معه، ولم يكن حتى هناك حروف ولا لغة ولا حد يحد به ولا قيد يقيد به، فهو معروف خارج عن القيود وعن الحروف وعن اللغات، خارج عن كل مألوف وكل متصور. آدي هو اللي يقصد، اللي هو يعني عايز يفسر لك معنى إيه لم يكن له كفوا أحد، أو يفسر معنى ليس كمثله شيء، أو يفسر معنى كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. يقول: الواحد المعروف أي معروف لا يحتاج إلى تعريف ولا يفتقر إلى دليل، لأن هذا حال أهل الشهود والمعرفة. والحدود هي الجهات الزمنية والمكانية والصفاتية، فاللي يحدد ربنا بزمان أو بمكان يبقى معرفش ربنا، لأنه حدده إيه؟ بمخلوق، والله خارج عن الخلق، كان قبل الخلق،
والحدود هي الجهات الزمنية والمكانية والصفاتية، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحدود، فكيف تحده الحدود؟ فلا يحده زمان ولا مكان ولا صفة ولا كيف ولا وصف، لأن كل هذه الأشياء مخلوقة، والله محيط بكل شيء، والله محيط بها، وهو بكل شيء محيط، ولا يحاط به علما ولا يحيطون به علما. لأن حتى الله لما وصف نفسه بصفات، أنت تدرك هذه الصفة مهما نزهته في هذه الصفة فالله خارج عن تنزيهك، يعني الله فوق تنزيهك، لأن تنزيهك نفسه مخلوق، تنزيهك على قدك على قدرك وليس على قدر الله، فهمت؟ ولذا يقول المعروف قبل الحدود وقبل الحروف، حتى الحروف وهي الكلمات التي تصفه فهو موجود قبلها، لأن اللغة مكونة من حروف وكلمات وجمل، واللغات مخلوقة، علم آدم الأسماء كلها يعني اللغات، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فكل دي أشياء مخلوقة، فهمت؟ فهو موجود قبل حتى وجود اللغة التي تعبر عن وجوده، واضح؟ ما هو ربنا متصف بصفة الكلام، لكن هذا الكلام النفسي عند الله الذاتي القادر عليه المتصف به لا يتقيد بحرف ولا لغة ولا صوت كما تكلمنا قبل ذلك. علشان كده قال ايه؟ المعروف قبل الحدود وقبل الحروف، حتى الحروف وهي الكلمات التي تصفه فهو موجود قبلها، على اعتبار ان اللغة حادثة، وربنا هو اللي خلق اللغة على فكرة مش احنا، لكن مع استعمالنا بتتطور اللغة بقى بالاستعمال، لكن هو ربنا اللي خلق اللغة، خلق اللغات كلها، قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، لكن مع الاستعمال بتتطور اللغات، واللغة يتولد منها لغات، وكل لغة يتولد منها لهجات، وهكذا بقى على مر العصور. شوف من أيام أبونا آدم لحد دلوقتي تلاقي اللهجات، آلاف اللهجات وآلاف اللغات، لكن تلاقي أصل اللغات يمكن إيه حوالي خمسة ست لغات، وبعدين كل لغة مع الاستعمال يتولد منها لغات، ويتولد منها، يعني يقال ان كل لغات بلاد اوروبا كلها، الالماني والفرنساوي والانجليزي، كله اصله لاتيني، اللغة التي نتولد منها اللغات دي. وبعدين تروح مثلا ايرلندا تلاقي انجليزي ايرلندي، تروح انجلترا تلاقي انجليزي انجليزي، تروح امريكا تلاقي انجليزي امريكاني، حتى في طريقة النطق واللكنات فهمت؟ وهكذا بتتطور. واحنا نفسنا في البلد الواحدة تلاقي ايه ناس في الشمال يتكلموا اللغة بس بطريقة لهجات مختلفة واستعمالات مختلفة، وفي جنوب البلاد تلاقي ناس تستعمل نفس اللغة بس بلهجات مختلفة، وهكذا. لكن اللغة في الاخر مخلوق تتطور بتطور البشر، احنا اللي بنطورها بقى ونستعملها، فهمت؟ على اعتبار أن اللغة حادثة، والله كلمنا بلغة عربية، قرآن عربي، حروف عربية، فهو موجود قبل الحروف وقبل نزول الكتب وقبل خلق الخلق وقبل إرسال الرسل، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، مش كده برضو؟ قول المصنف، وهذا صريح من الشبلي، أن القديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه، وده يدلك على قد ايه الجماعه اللي انبهروا بكلام ابن تيميه في العقائد بعاد عن الصواب، لان ابن تيميه له كتاب مؤلفه نسبه الحد الى الله، عنوانه كده وموجود بيباع، اكتب كده نسبه الحد الى الله ابن تيميه بي دي اف ونزله، فهمت ازاي؟ فنسب الله، نسب الله الى الحدود، وبالتالي دول ناس يعني كلامهم يؤدي الى التشبيه والتجسيم والتصور، والله فوق التصور، وبالتالي عقيدتهم فاسده، وفساد عقيدتهم ادى الى انهم ما خرجش منهم ولي، ولم يحترموا الاولياء، وما عرفوش الاولياء، حجبوا عنهم، فلا يعرفوا الولي في وسط الناس، بل يتهجموا على كل المسلمين، صالحهم وطائعهم ووليهم وعصيهم، متهجمين على الكل،
هيجين كده ليه؟ بسبب ايه؟ فساد عقيدتهم الاصليه، لان اصلا لو عقيدتك سليمه هيخرج منك كل خلق انساني، فدي المشكله عندهم. فانت ممكن علشان تصدق اكتب كده نسبه الحد الى الله ابن تيميه الحراني PDF، عشان تشوف قد ايه ابن تيميه اللي هو عندهم المرجع بتاعهم قد ايه كان في عقله زيغ في العقائد. قول المصنف: وهذا صريح من الشبلي أن القديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه، فإذا كان الله موجودا قبل الحروف وعلمه قديم، فعلم الله متعلق بكلام بغير حرف ولا صوت ولا قيد. يعني صفة الكلام عند الله إذا تجلت في الدنيا تتجلى في لغة، تظهر في لغة، والتجلي مخلوق والمتجلي قديم، فالصفة قديمة لكن ظهورها في الدنيا مخلوق حادث. فهمت؟ لأنها بتظهر بقيود الدنيا بالحروف وإيه والنغم والحركة والمخرج والصوت وكل هذه الأشياء مخلوق. فهمت بقى؟ فإذا كان الله موجودا قبل الحروف وعلمه قديم، فعلم الله متعلق بكلام بغير حرف ولا صوت ولا قيد. أي إذا قلنا أن القرآن قديم فنقصد أنه دال على الكلام لله القديم، وإن كنا نقصد به الحروف والآيات التي نتلوها بلسان عربي مبين فهو حادث. فالقرآن له وجه حادث لأن الحروف دالة على مدلول قديم والآيات دالة على كلام قديم. فالقرآن اللي بين إيدينا ده دال على مدلول قديم، وهو القرآن القديم الذي هو كلام الله. فالدال حادث والمدلول قديم. فهم؟ وعشان كده انقضت قضية ايه؟ الخناقة الكبيرة والخلاف الكبير اللي نشأ أيام سيدنا أحمد بن حنبل مع المعتزلة، القرآن ايه؟ قديم ولا مخلوق؟ حادث. قعدوا يتخانقوا وطلعوا إن المعتزلة بيتكلموا على القرآن اللي إحنا بناكلوه اللي بالعربي ده اللي بنكتبه اللي حروف، ما هو حادث. أيوه. وطلع ان اهل السنه بيقولوا قديم يقصدوا انه ايه؟ ان مدلوله قديم وهو كلام الله، فده بيتكلم من جهه وده بيتكلم من جهه وبيتخانقوا مع بعض. فلما هديوا واعصابهم هديت بعد 200 سنه. هديوا بعد 200 سنه وياما ناس قتلت في هذه الفتنه وكفروا بعض وعملوا مشاكل. وبعدين لما هدأوا قليلا العلماء قالوا ايه؟ ياه ده احنا كنا غلطانين، ده كان خلاف معنوي وليس ايه؟ خلاف لفظي وليس معنوي. ده هم يقصدوا القرآن اللي احنا بنقراه ده حادث مخلوق لأنه صادر مني أنا، مخلوق أهو، والمكتوب ده مخلوق والمطبوع ده ما هو مخلوق، مش كده برضه؟ وأهل السنة كانوا يقصدوا على أنه مدلول على صفة الكلام القديمة، يبقى ده عنده حق وده عنده حق، بس ده بينظر لجهة وده بينظر لجهة. فلما عرفنا الحكاية دي انقضت في إيه؟ قضية خلق القرآن ما بقتش قضية. يجي لك العيال الوهابية يعمل لك خطبة جمعة في قضية خلق القرآن الآن عشان تعرف إن هم إيه؟ لا فاهمين ده ولا فاهمين ده. فهمت بقى المشكلة بتاعتهم؟ وابن سينا قال بقدم العوالم، وبعض العلماء كفروا ابن سينا وهو من كبار علماء المسلمين، ونحن لا نكفره بل نوضح قصده، وهو يقصد قدم العوالم من جهة علم الله بها، لأنها إذا تعلقت بعلم الله صارت قديمة. يعني هي في علم الله العوالم كلها قديمة لأن علم الله قديم، لكن هي حادثة من حيث الوجود في الخارج عندما قال لها كن فكانت. فهمت بقى؟ لأنها إذا تعلقت بعلم الله صارت قديمة، وإذا تعلقت بالوجود الحادث بعد كن صارت حادثة. أنا أدي لك مثال، أما يجوا يقولوا لمهندس في تخطيط المدن مثلا خطط لنا العشر فدانين دي عايزين نعمل فيها نادي وملعب كورة وفنادق ومولات، كويس؟ لما بيجي بيخطط المدينة عشان يعمل لها وجود خارجي، مش هي موجودة في ذهنه قبل أن يوجد لها وجود خارجي؟ موجودة في ذهنه أولا، لازم يبقى عنده تصور. فالوجود الذهني ده قديم والمكت اللي عمله حادث. فهمت بقى ازاي؟ انا بديك مثال بس عشان اقرب لك القصة يعني. ف
فكذلك العوالم، ولله المثل الأعلى، موجودة في علم الله. فلما طرأ أن جاءت إرادة الله لإخراجها إلى الوجود، فقال لها كن فكانت على المراد. فهمت بقى إزاي؟ فهي لها وجود قديم قبل الحدوث، ثم بعد ذلك لما توجهت الإيه؟ الإرادة إلى القدرة فخصصتها على وفق المعلوم القديم، أخرجت المعلوم القديم. فهمت بقى؟ فلما يجي حد من علماء المسلمين زي ابن سينا، وده راجل من كبار علماء المسلمين، لا يخفى عليه مثل هذه المعلومات اللي يعرفها أبسط طالب في الأزهر، ويقول بقدم العوالم، ما نكفروش. ليه؟ لأن العوالم لها وجه قديم، يبقى يقصد قدمها من حيث علم الله لا من حيث الوجود. لكن التسرع يحبوا يكفروا ابن سينا ويكفروا كل، ولحد دلوقتي بيكفروا كل المسلمين ويكفرون أنا شخصيا، واخد بالك، على التعليقات بتاعته دي. طبيعة عند الخوارج منذ أن ظهروا أيام سيدنا علي بن أبي طالب لحد دلوقتي، طبيعة سوء الظن في المسلمين وعدم فهم عقائد المسلمين ولا عدم فهم مقاصد المسلمين، حرموا الفهم الدقيق. فهمت بقى؟ أدي كل المشكلة. لكن أنت لما تبرأ ساحة إنسان عالم كبير من علماء المسلمين، دي عبادة كبيرة أنك أنت تحسن الظن وتؤول كلامه على محمل مفهوم صحيح، بدل ما تحمل كلامه على معنى ضيق يكفره، احمله على معنى واسع ينزهه من التكفير. لأن احنا مطلوب أننا نحسن الظن بعلمائنا. مثال آخر، الذين قالوا بفناء النار، والقرآن يقول أن النار خالدة، خالدين فيها أبدا، وفي بعض العلماء قال لك النار تفنى، كويس، وبعض العلماء يقول بفناء النار. فإذا دققت ستجد أن الخلاف لفظي وليس معنويا، لأن النار التي يدخلها عصاة الموحدين ثم يخرجوا منها تصبح خالية فتفنى، والنار التي يدخلها أبو لهب وفرعون والكفار لا تفنى. والذي قال بعدم فناء النار قصد نار الكفار، والذي قال بفناء النار قصد النار التي يدخلها عصاة المؤمنين. لذلك نقول كلما اتسع علمك وقلبك وصدرك تجد أن كل طوائف المسلمين عندها حق من وجه، فلا تبدعها ولا تكفر. فدي نقطة مهمة، لابد يبقى أفقك واسع. يقول الشبلي أن القديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه، كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا آلة. يعني كتير من الوهابية في خطبهم يقول لك إيه، الحمد لله المستوي بذاته على عرشه، أهدي كلمة كفر، ويبتدي بيها خطبته كده بذاته، فجعل الاستواء صفة ذاتية وكأن الذات محمولة والعرش مخلوق. شفت الخطورة؟ أنا فاكر وأنا في رابعة طب، كلام ده زمان، سنة كام؟ كان سنة 76، 1976، كنت في سنة رابعة طب، وكان يوم جمعة ورايح أزور واحد صديقي في شارع الهرم، وكان يوم جمعة، فأذنت الجمعة عليا في الطريق، قلت أصلي في يا جماعة إيه في الطريق، فدخلت وقعدت صليت تحية المسجد، قام الخطيب قال في أول خطبة الحمد لله المستوي بذاته على عرشه، رحت قايم خدت حذائي وطلعت أدور على مسجد آخر، لأن أول القصيدة كفر، أول القصيدة كفر، ما ينفعش. فاهم؟ تقول الحمد لله الذي استوى على عرشه، ما قالش، ما فيش في القرآن مستوي، هو قال استوى الرحمن على العرش استوى، ما قالش مستوي وما قالش بذاته. شفت الخطورة بقى بتاعتهم؟ في خطبة عرفات اللي فات أنا كنت بحج، فبيخطب الخطيب الخطبة بيقول إيه، ويوم عرفات من فضل الله فيه أنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، ويعمل كده وما يترعش كده في الغرب. أنا أول ما سمعت ينزل بذاته بصيت له كده، أنا كنت قاعد قدامه، فراح بص لي كده قال ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله. قلت تعدل بقى وإلا هنقوم ندور على حتة تانية نصلي. فالواحد لازم يكون منتبه يا جماعة.
في صفات الذات دي صفات قديمه، اما مظاهر صفات الله في الكون حادثه. فهمت بقى ازاي؟ دي حاجه بديهيه، دي يعرفها ابسط طالب صغير في الازهر، لكن هم ما يعرفوهاش. فخد بالك وخلي عندك فهم دقيق. يقول الشبلي أن القديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه، كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا آلة. الإنسان لكي يتكلم يحتاج إلى فم وأنف ولسان يتحرك وهواء، فهذه هي آلة الكلام، ويحتاج مقاطع، والمقاطع محتاجة إلى زمن، والصوت موجات له سرعة محددة بزمان وساعة. فهل كلام الله يحتاج لآلة وزمن؟ الجواب لا، فالله خارج عن ذلك، لأنه لو احتاج إلى ذلك افتقر لغيره وصار مظروفا في زمان ومكان جل سبحانه عن ذلك. كلام واضح لكن غير واضح عند الوهابية، تصور بقى، برغم أنه واضح بدهي، يعني الإنسان يسمعه يستسيغ ويستريح، لكن هم عندهم يعتبروا أن الكلام ده بدعة وتعطيل للصفات، لأنهم حولوا الصفة إلى جارحة. دي الخطورة بقى، نحول الصفات إلى جوارح. له يد، طب ما هو اليد دي ممكن تبقى عطاء والقدرة والإحاطة، ليه تخلي اليد إيه جارحة؟ شفت بقى، حول الصفة، صفة اليد إلى جارحة، ما حولش صفة اليد إلى عطاء وقدرة وفعل وتدبير. شفت بقى الخطورة بتاعته؟ نيجي احنا نقول له لأ، ده اليد دي لها معاني أخرى غير الجارحة، يقول الأشعرية بيعطلوا الصفات. طب ما انت بتجعل الصفات جوارح، احنا بنعطل الصفة ان تتحول الى جارحة متصورة. يا غبي، وانت لازم تقول له برضو يا غبي يمكن يفوق. فيقول لك ان الاشعرية بيعطلوا الصفات، وهم بيحولوا الصفات الى متصورة وجوارح. واصطنعتك بعين، يجعل العين جارحة، احنا نقول العين حفظ ورعاية وعناية وليست جارحة. لا، يقولك لا جارح، نصف الله بما يصف به نفسه. طيب ما يصف الله بما يصف به نفسه على مراد الله بلا كيف ولا تصور. وبعدين ليس كل وصف وصف الله به نفسه نصفه به. ليه بقى؟ لأنه لو ممكن نقول إيه، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة، يبقى ربنا بيهرول؟ مش قال يا عبدي إني مرضت فلم تعدني، مش الحديث القدسي كده في الصحيح؟ وصف المرض لنفسه، يبقى نقول ربنا بيمرض؟ يبقى انت ما بتفهمش. استطعمتك فلم تطعمني، الله يبقى ربنا بيطعم؟ مش كلنا بنسمع الاحاديث دي؟ يبقى لا يجوز ان انا اصف الله بما وصف به نفسه اذا كان ينبني على هذا الوصف نوع نقص. يمكرون ويمكر الله، أقول الله ماكر؟ ما يصحش. يبقى القاعدة اللي بيقولها إن إحنا إيه؟ إن إحنا نصف الله بما يصف به نفسه ولا نعطل الصفات، هذه القاعدة اللي عنده قاعدة مستقرة قابلة للمناقشة. ولو استعملتها في كل نصوص الشرع لوقعت في مخازي. واضح؟ يبقى فالله خارج عن ذلك، لأنه لو احتاج إلى ذلك افتقر لغيره وصار مظروفا في زمان ومكان جل سبحانه عن ذلك. قول المصنف: سمعت أبا حاتم الصوفي يقول: سمعت أبا نصر الطوسي. سيدنا أبو نصر الطوسي، دول كل دول ناس اتولدوا في القرن الرابع الهجري، الثالث الهجري، يعني ناس قدامة، قبل ما جد ابن عبد الوهاب يتولد ولا جد ابن تيمية كان اتولد بعد. يعني ايه دي العقيدة اللي توارثوها منذ الصحابة. فهمت؟ اللي هم بيقولوا احنا سلف وهم تلف. سمعت أبا حاتم الصوفي يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سئل رويم، ورويم ده برضو مولود سنة ايه؟ ده متوفي سنة 303 هجري، يعني مولود في القرون الثلاثة الأولى اللي هي قرون السلف. قال: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه، ما هو؟ فقال: المعرفة، لقوله جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون.
ولذلك ورد في الحديث: من عرف ربه فقد عرف نفسه. وعلماء الصوفية قالوا: من عرف نفسه عرف ربه، على سبيل مفهوم المخالفة، ولا يوجد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولكن اشتهر على ألسنة العارفين بالله، ومعناه صحيح يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ويوافق قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أي من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم، ومن عرف ربه بالعلم عرف نفسه بالجهل، ومن عرف ربه بالذكر والحكمة والإحاطة عرف نفسه بالغفلة. وبالتالي إذا عرفت صفات نفسك عرفت أن الله على خلاف ذلك. قول المصنف: وقال الجنيدي: إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة، يعني من اعتقاد الإيمان، عقد الحكمة يعني اعتقاد الإيمان، معرفة المصنوع صانعه، والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من المخلوق، وصفة القديم من المحدث، ويذل لدعوته، ويعترف بوجود طاعته، فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه. ده كلام الإمام الجنيد، ويقولوا على هم نفس ابن تيمية كان يقول على الجنيد سيد الطائفة. طب ليه ما مشيتش وراه يا ابن تيمية لما انت عارف انه سيد الطائفة؟ ليه ما مشيتش وراه؟ الهوى، الهوى والإعجاب بالرأي والنفس، هي دي المشكلة. الحائل، الحائل الذي يحول عن رؤية الحق الهوى والإعجاب بالنفس. يقول الشارح: المصنوع هو المخلوق، فلا بد أن يعرف المصنوع صانعه ومن أوجده. قول: والمحدث كيف كان إحداثه، المحدث أي الذي سبقه العدم. كيف كان إحداثه؟ كيف كان وجوده؟ من أوجدني؟ من خلقني؟ من رزقني؟ فيعرف صفة الخالق من المخلوق. واعلم أن هذا فارق بين المخلوق والخالق، أن هناك فارق بين المخلوق والخالق. وصفة القديم من المحدث، كمان يعرف صفة القديم من المحدث. والقديم هو من لم يسبقه عدم، والمحدث هو كل من سبقه العدم. ويذل لدعوته، أي يخضع لعبادته والدعاء له، ويعترف بوجوب طاعته، فهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه، حتى يعطي المالك حقه من الطاعة والإذعان والانقياد والمراقبة. قول المصنف: قال: أخبرني محمد بن الحسين قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي، مولود سنة 340 هجرية في نيسابور، كان عبد الرحمن السلم اللي اتكلمنا عليه في الأول خالص قال عليه من أجل علماء نيسابور، على إيه؟ على سيدنا محمد بن عبد الله الرازي. يقول: سمعت أبا الطيب المراغي يقول: للعقل دلالة، وللحكمة إشارة، وللمعرفة شهادة، فالعقل يدل، والحكمة تشير، والمعرفة تشهد أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. كلام زي الذهب، عمرك ما هتشعر لذة العبادة والمعرفة والنور في القلب إلا إن يكون عقيدتك سليمة. فهمت بقى؟ معتمد على صفاء التوحيد. الشرح: قوله للعقل دلالة بمعنى بمقتضى العلم، لأن العقل بحثه في الإيه؟ في الأدلة، فيستدل من الأدلة على معلوم. فالعقل العلم محله العقل، والعقل يبحث في الأدلة حتى يستدل من الأدلة الموجودة إلى المعلوم المجهول. فهمت بقى إزاي؟ هذه وظيفة العقل، ينظر للأدلة المتاحة أمامه فيستنتج من المتاح أمامه الغائب، يقول لك إيه؟ طلع المجهول. هنا علم الرياضات، الرياضيات، مش كده؟ يجيب لك بعض المعلومات ويقول لك طلع المجهول، مش كده برضو؟ دي وظيفة العقل. عشان كده الرياضة بتاعت فيثاغورس وغير دي بترتب العقل على إيه؟ على رؤية الغائب دون أن تراه محسوسا،
من خلال الأدلة المحسوسة أمامك. أدي وظيفة العقل، إن ينظر في الأكوان فيستدل أن له مكون، ينظر لتدبير الأكوان يعلم أن هناك مدبر، ينظر لدقة الخلقة يعلم أن هناك خالق حكيم محيط بكل شيء، قدر فهدى وخلق فسوى. فهمت؟ أدي وظيفة العقل. يبقى العقل للعقل دلالة، أي بمقتضى العلم، لأن العلم يقوم على الدليل، وللحكمة إشارة، والحكمة هي وضع الأمور في نصابها، والحكمة تشير أن من وراء هذا التدبير حكيم عليم قادر، فالحكمة تشير إلى القدرة والعزة والقهر والرازق، فالحكمة توصلك للحقيقة ولكن من بعيد. يبقى الحكمة هي نور الفهم في العلم، العقل يعلم بالدليل ثم يأتي نور الفهم والتوفيق في هذا العلم يوم يوفقك للحكمة، فليس كل عالم حكيم. فهمت بقى؟ طب ازاي العلم يوصلك للحكمة لما يكون العلم بغير هوى وبمقدمات سليمة وبعقل يبحث عن الحق، لكن في مقدمات هوى وإعجاب وحب ظهور، تلاقي نفسك تحجب عن الوصول للحكمة من خلال العلم، ويصير العلم حجاب، زي ما بنشوف علماء كتير في الغرب ويعيش ملحد ويموت ملحد، لأنه لم يرزق التوفيق والحكمة من خلال العلم الذي وصل إليه. فهمت بقى؟ لازم يبقى إيه؟ علم نافع. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فدل على أنك علم ينفع وعلم لا ينفع. فهمت؟ العلم اللي ينفع اللي يدلك على الحكمة، أي من وراء ذلك، فإذا دلك على الحكمة وأن هناك مدبر خشيت هذا المدبر، ولذا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلم النافع يولد الخشية اللي هي ثمرة الحكمة. فهم؟ وللحكمة إشارة، والحكمة هي وضع الأمور في نصابها، والحكمة تشير أن من وراء هذا التدبير حكيم عليم قادر، فالحكمة تشير إلى القدرة والعزة والقهر والرازق، فالحكمة توصلك للحقيقة ولكن من بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي من بعد الحجب اللي ربنا جعلها بينك وبين معرفته، حجاب الهوى والشهوة والغفلة والجهل والتسرع والحرص، حجب كتيرة. فتيجي أنت من وراء ذي الحجب الكتيرة بقى تيجي لك إشارة الحكمة من بعيد من خلال ما علمت بعقلك وأدركت من الأدلة. فهمت؟ فالبعيد أنت، الله قريب، البعيد هو الإنسان. أولئك ينادون من مكان بعيد، وربنا لما وصف نفسه قال إيه؟ فإني قريب. فالقرب صفة الرب والبعد صفة العبد. وللمعرفة شهادة، إذا انتقل الإنسان من الحكمة التي أشارت إلى حضرة مولاه مدبر كل شيء، شهد بمعنى عرف يقينا. يبقى الشهود هنا معناه إيه؟ المعرفة اليقينية بالقلب، شهود بالبصيرة. فإذا شهد استغنى عن الإشارة وعن الدليل، فالمعرفة محلها القلب والدليل محله العقل، والحكمة بين العقل وبين القلب، والحكمة تشير إلى الحقيقة، أما المعرفة فتعاين الحق والحقيقة، والمعاينة تجعلك تستغني عن الدليل وعن الإشارة. وعشان كده الناس المؤمنة إيمان عوام فطري، ما عندوش شبهة، فتيجي تقول له أدلة وجود الله يمشي، يقول لك إيه الناس دي، ده هو ربنا محتاج دليل، ده الناس دي بتلعب. ليه؟ لأنه هو عايش بوجدانه أن الله موجود لا يشك لحظة، فإزاي الناس دي بتشك؟ فهمت بقى؟ لذا للعقل دلالة وللحكمة إشارة، إشارة إلى التوحيد وأن الذي فعل ذلك كل واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبما أنه لا يوجد فساد إذن لابد أن يكون واحدا متفردا. والعجيب أن الفساد اللي حوالينا كله في الكون نتج من تدخل الإنسان، ظهر الفساد بالأرض ظهر الفساد إيه؟ في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني احنا كل الفساد في الاكوان بسبب تدخل الانسان في التوازن اللي ربنا خلقه اصلا. يجي الانسان يدخل في صناعه بعوادم بسموم بانه يصطاد نوع معين فيبيده، يقوم ايه يطغى نوع تاني
يوم ايه؟ يعيش طول عمره في الفساد بسبب ما كسبت ايده. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. لكن لو الناس ما اكتسبتش هذا، تجد ان ما فيش فساد في الاكوان، كل حاجه ماشيه ايه على مراد الله، وتؤدي وظيفه مهمه ولو كانت حشره، الا انها وجودها مهم. وبما انه لا يوجد فساد، اذن لابد ان يكون واحدا متفردا، فالحكمه تشير الى الواحد، واذا عرفت الواحد تجلى لك كل شيء، واستغنيت عن الاشاره وعن الدليل. وللمعرفه شهاده يعني تحقيق، فالعقل يدل والحكمه تشير والمعرفه تشهد ان صفاء العبادات يعني سلامتها من الرياء ومن العجب ومن الاعتماد عليها. فالعبادات لابد ان تسلم من الرياء والعجب، ثم إذا فعلتها على الوجه الأكمل خالصة لله، إياك أن تعتمد عليها، وإلا صارت العبادات فيها كدر. فالمعرفة تشهدك، فإذا شهدته بقلبك علمت أنه ليس معه شيء حتى ترائيه أو تخشاه، فيصفو لك الإخلاص. قوله أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد، لأنه لو وصلت إلى أن الواحد هو الفعال لما يريد، فتنسب العمل له لا لنفسك، ففي هذه الحالة تصفو العبادات بصفاء التوحيد. ما تنسبش حاجة لنفسك بقى، تقوم تعيش لا حول ولا قوة إلا بالله، فتجد أن قوتك منه ومددك منه وتوجيهك منه ونيتك بيده، وهو الذي قادر أن يحولها إلى عمل وأن يوفقك في ذلك. فتجد أن العامل حقيقة هو الله، والله خلقكم وما تعملون. فساعتها ما تعتمدش على شيء أنت ما عملتوش، بل تعتمد على الذي وفقك للعمل وعمل على جوارحك. فهمت بقى؟ فصار التوحيد ألا تشهد إلا إياه، والله خلقكم وما تعملون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان الأمر كذلك يصفو التوحيد، فيصفو العمل من شوائب الشرك الأصغر وهو الرياء، ويصفو العمل من العجب والاعتماد عليه. قال المصنف: وسئل الجنيد عن التوحيد، فقال: إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته، أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد، بنفي الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني لو الجملة دي بس عاشها ابن تيمية ما كانش قلقنا بالوهابية دول. دي المشكلة، بالرغم ان هو كان يحترم الجنيد احترام ويبجله ايام تبجيل في كلامه، ويبجل ايضا سيدنا عبد القادر الجيلاني، لو مشي ورا كلامهم مش ورا عقله هواه كان ريحنا من الوهابيه اللي هم فتنوا بشذوذات ابن تيميه. دي المشكله. فالموحد هو الله، والموحد هو العبد، اسم مفعول واسم فاعل. الموحد هو الله، والموحد هو العبد. قول إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته، تحقيق الوحدانية معناه إخراج التقليد، فيجب أن يكون لديك دليل عقلي وإشارة إلى الحكمة ومعرفة في القلب، لأن قلنا لك المقلد في التوحيد على خطر وجود الشبهة في قلبه تقع، لكن لما يبقى عندك دليل ما حدش يعرف يزيل الشبهات من قلبه. إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته. ما الفرق بين الواحدية والأحدية؟ الوحدانية مرتبة الواحدية، مش في نقول واحدية ونقول وحدانية ونقول إيه؟ فردية وفردانية، مش كده برضو؟ إيه الفرق؟ الفردانية مرتبة إيه؟ الفردية، والوحدانية مرتبة الواحدية. فهمت إزاي؟ الوحدانية مرتبة الواحدية، والفردانية مرتبة الفردية، فالله واحد فرد صمد. فالوحدانية صفة مرتبة الواحد، ومرتبة الواحد يتجلى في صور كثيرة، فالواحدية لها تجليات عديدة، لكن الكل من ذات واحدة، فلا يشغله تعدد التجليات عن الواحد الأحد الذي هو مصدرها. فأينما تولوا فثم وجه الله، أي وجه التجلي. فوجوه التجلي كثيرة، إلا أن الذي أوجدها وأظهرها واحد، لذلك يقول بتحقيق وحدانيته، يعني بنسبة كل تجليات الواحدية من مرتبة الوحدانية في الأكوان. بكمال أحديته، لكمال أحديته التي لا تقبل التجزؤ ولا التعدد ولا
لدوام وجودها بصفتها النفسية وهي الوجود، التي لا تقبل التجزؤ ولا التعدد. تشيل ولا الأخيرة دي، هتقول لدوام وجودها، ولا اللي قبل اللي دوام دي تشيلها، اشطبها لو معاك الكتاب. نقرأ الجملة: لكمال أحديتي التي لا تقبل التجزؤ ولا التعدد لدوام وجودها بصفتها النفسية وهي الوجود. واضح؟ قوله أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد، فهو لم يأتي من شيء، وكذلك لا يخرج منه شيء ولا يتجزأ. ما تفتكرش نفخت فيه من روحي أن خرج من اللا شيء فحل في آدم، لأن الأحدية تمنع التجزؤ وخروج شيء من الذات. الذات لا تنفصل، فهمت؟ ولا تتصل، فهو ليس متصلا ولا منفصلا في قربه ولا في بعده. فالمسألة قرب وبعد، ليس مكاني ولا زماني ولا مسافات، فهمت؟ فهو لم يأتي من شيء، وكذلك لا يخرج منه شيء ولا، وإلا لو خرج منه شيء يتجزأ، والصمد يمنع التجزؤ، والأحدية تمنع التجزؤ والتباعد، فهمت؟ قوله بنفي الأضداد، بنفي الأضداد أي الأنداد، فيجعل لله ندا وهو خلقه. فالأضداد والأنداد بمعنى واحد، لأن الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما فسره الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الأضداد والأنداد، والعطف للتفسير، فلا شبيه له ولا ند له ولا شيء معه. قول والأشباه ليس كمثله شيء، وقول لم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولا شبه له، لأنك لو شبهته بشيء فقد شبهته بمخلوق، والله خالق، وهناك فرق بين المخلوق والخالق. قول والأنداد والأشباه بلا تشبيه، فإياك أن تظن أنه جسم ليس كسائر الأجسام، لأن الجسم له لوازم وهي الأجزاء والأبعاد والتحيز وظهور العرض عليه، فهمت؟ فما ينفعش تقول هو جسم ليس كمثله جسم، تقول له تليه، لأن الجسم يقتضي أنه مكون من أبعاد، وأنه يحتاج لحيز، وأنه تظهر عليه الأعراض، والله يستحيل في حقه كل ذلك. واضح؟ وغير الجسم الجوهر، والجوهر لا أجزاء فيه، ولكنه يتحيز ويحتاج مكان يحل فيه وتظهر فيه الأعراض أيضا، يبقى ليس بجسم ولا جوهر. مثال ذلك الضوء، مكون من فوتونات، فهو عبارة عن كتلة صغيرة لها خصائص، قد تتسرب بطريقة الموجات وقد تتسرب بطريقة الكتل، وهذه أعراض، وهي مشبهة مكيفة مفتقرة للمكان والزمان، ويحل فيها العرض، وحلول العرض معناه التغير، والله يستحيل أن يتغير فلا يقوم فيه الأعراض، ويستحيل أن يفتقر لمكان فهو الذي خلق المكان. فالله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ليس كمثله شيء، والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك. قول بنفي الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه، إياك والتشبيه. فهناك أناس شبهت ولم تكيف، يقولون له يد ولكن بلا كيف، فوقعوا في التشبيه، له عين ولكن بلا كيف، وهؤلاء لم يخلص لهم التوحيد بعد، لأنهم شبهوا بالجسم والجوارح دون أن يكيفوا. فلا بد أن تنفي التشبيه والتكييف كي تصل لحالة العجز عن الإدراك، لأن الله فوق كل توهم أي خيال، لأن خيالك مخلوق، فكيف لعالم الخيال أن يستوعب الخالق وهو مخلوق؟ والله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما، وإنه بكل شيء محيط. فالوهابية في هذا العصر خرجوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم شبهوا ولم يكيفوا، يقولون له يد ليست كأيدينا، وله رجل ليست كأرجلنا، وله ساق، فنسبوا إلى الله الجوارح وتمحكوا بالبلكفة، أي بقولهم بلا كيف. فلا بد أن تنفي التشبيه وتنفي التكييف، وطائفة المجسمة كيفوا وشبهوا، وكل ذلك ضلال ونعوذ بالله منه. قول بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير، ولا تتصور الله في ذهنك كمان. فالإيمان بالله بالتصديق دون التصور، لأن الصورة حد وقيد، والله خارج عن كل ذلك سبحانه.
ومعلوم أن الإدراك يبدأ بتصور الكلمة المفردة في الذهن، ثم بعد ذلك التصديق بنسبة المفردات لتكوين جملة مفيدة. فالتصور للمفردات والتصديق للجمل، مثال ذلك الشجرة. تصور في عقلك صورة الشجرة، نبات قائم على ساق وله فروع. التصور أولا ثم التصديق، فالتصوير لإدراك المفرد والتصديق لإدراك النسبة. فتقول مثلا شجرة مثمرة، يبقى هنا ده إيه؟ تصديق. لكن أقول لك شجرة بس، يجي لك في ذهنك صورة الشجرة. فهمت؟ الله فرد، هل له صورة؟ لا يتصور، لكن نصدق بوجوده. فالله الواحد الأحد الذي يعلم بالتصديق دون التصور، وكل ما سواه يتصور ويصدق. الله خالق، نسبة الله موجود، نسبة الله قادر، نسبة، فكل النسب يسمونها تصديق. الله خالق يعني نسبة ايه؟ الخلق لله، الخلق لله، صلح. الله خالق نسبة الخلق لله، وبعدين تقول الله موجود نسبة الوجود لله، الله قادر نسبة القدرة لله. صلح الحاجات دي كلها، دي سقطت. نقرا السطر تاني بعد ايه؟ تصحيح الساقط. الله خالق نسبة الخلق لله، وبعدين تقول الله موجود اي نسبة الوجود لله، وتقول الله قادر اي نسبة القدرة لله. فكل النسب يسمونها تصديقا، لكن الاسم المفرد الله فلا تتصور له شكلا ولا صورة ولا شيء، لأنه لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، فنصدق بوجوده ونسميه بأسمائه ونصفه بأوصافه دون تصور حد أو قيد أو صورة. تنبيه: أهل الطائفة توحيدهم خالص وعلومهم راسخة، وبالتالي لما سبقوا في التوحيد صفت لهم الأعمال، ولما صفت لهم الأعمال أثمرت المعارف، فلما تعرفوا تيقنوا، ثم بعد ذلك ارتقوا فنالوا الدرجات العلى. واضح الكلام؟ بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي منزع عن الزمان، فكل حادث له بداية ومحصور بزمن، فلا بد أن يكون منزها عن الزمان سبحانه. أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، قهر الزمان بالأولية وقهر الفناء بالآخرية، فواجب تنزيه عن الزمان والمكان، لو احتاج إلى المكان صار محصورا فيه فصار مكينا، وهذا محال، فيستحيل أن يحيط بالله شيء. وأيضا منزه عن الانتقال، لأن الانتقال يقتضي التغير، والتغير علامة الحدوث فلا ينتقل، وكذلك الحلول، لأن الحلول يقتضي وجود غيره معه فينتقل فيه، ويستحيل أن يكون حالا في شيء فلا ينتقل في شيء ولا يحل في شيء سبحانه وتعالى. وكذلك الجهة، منزه عن الجهات، فلا بد أن تنزعه عن الزمان والمكان والحلول والانتقال والجهة، وإلا لم يصف لك التوحيد ولم تذق حلاوة الإيمان. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم الخميس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.